بالعكس انت بقيت لازم تبقى طبعا بره عشان تسيب
السركاي وجراي في تقف السركاي صور دي وصور وعيد هبتاكم لبنين تشهر سنة السرك ده بدأ ببلاد الرفاية العريض وبعمين في أول جزء كتير من السرك فاكت السن دي سنة ونص سنة وكانوا مش موجودين غير مصير فموتر أكتبت بداية عزيز سنة أكتبت بداية يعني أمر السركاي وجراي في تقفه بسبب كأنها أبس ده بيسموه جنين كبر جنين كبر لأن في شكوك في الموقف طبعا الرجل مش شقة فالرجل مع بعض كده طبعا اللي بعد المدرس المفروض مش شقة جوه يبقى احنا كده بدل ما يبقى عندنا نورمال سنتر سركس اكيد شديد تدريب طيارين وتطلع تجيبه فوق وتنزل بيه تحت الحاجات الهبل ده ده عندك شارع قد كده بقى وفاين في الطاقة جنين كبر شقي موقف يعني قال بعد كده عندنا في حاجة اسمها مالك زي كبر او ان كبر ان كبر انك ما عندوش مخ ما بين وده سبب في نيورتيوب ما قفلتش من قدام النيورتيوب ده انت بدل من هنا بدل تحت النيورتيوب المفروض التو اند بتحرق فيه كده وبعد كده تبقى فيه بريزنت تكبر تبقى من السير يمين ومن السير شمال التيوب الثالثه دي كانت بليت اسمه نيور بليت اتقفل كده والانتيوب اند بتتك ويكسبان تبرين الانتيوب بارت ما اتقفلش ويمين فوزين نفس مع الاكسودير يبقى راس العيد دي مش هتقفل خالص مفيش ما العظم ما تعملش غير على البريم معمول يعني لو مفيش برين بيتعمل لسه مفتوح مع مفتوح الاكسودير يبقى رجل مفتوح تاني الناس اللي ما بتفهمش كلنا بدانا بليت النيورا بليد لازم تدكتو ده كل تدكتو ده والنيورا بليد ده عمل جروب اسمه نيورا جروب والنيورا جروب ده الاجي بتاعته نيورا فولس قبل بعض وعمل التيوب الفصل تدكتو ده ده بدأ فيه درس وكان في طلب لسه في مصر طلب طلب على السليم وطلب في الطريق بعد اللي قاعدين ورا دول انما اللي قاعدين قدام سبع الكلام ده خالص انا لقيت اي كلمه بتطلب ليا ففصلنا التيوب في عيال النيورا تيوب بتاعته لسه متصله مع الاجي ده فتبص على راس العيال من فوق ما تلاقيش محفول سكاب كان كل ده مش موجود في الحاله دي البرين لا الاكسودير لبعض ولا ايه كده كده بيحاول ينمو والناحيه الثانيه في النص ده تلاقي مين اولاد نيرفس سيشن بس ما فيش برين بقى وهيكد فبيسموها اولاد اكزي كبر اكزي البار كبر البار او يسموها ان كبر لان ما عندوش مخ تعب مش كده انا بتالي اغلبنا سنه بعد الشهر شهر ماشي ممكن عنده عرض وجمجمه شعر طويل حتى شويه الا ان مجموعه في البرين موجود ما اتفقش عليه مش الاسم ده اولاد اكزي كبر او اني كبر ما عندوش بيرفكت وبالتالي سببه ايه؟ ان انا عندي نيور تيوب اللي كان جزء من الاكسو درب عمل جروب بس نيور جروب المفروض الابن تتقابل بعض وتنفصل وتخش جوه يجي العظم يسيبه ويتفرق ومخ لو هما رينين كونكتد مع الاكسو درب ما قفلناش النيور تيوب ما عملناش الابسو نيور جروب قفلناه كل ده يبقى متصل مع مين ومع كده مع الابن في الحاله دي تحط ايدك على عين في الاكسو درب رين تشو الاكسو درب بس انت عين وشه حته من مخه فمن غير ما بعض حتى الفوق ديت ما قفلتش لسه الواسطه مع الاكسو ده في بقى حاجه اسمها بدايه التفسير تكون من فيها ديفكت لو دي راس عين كده ده راس عين بدايه تعمل كده التفسير التربوم بتاعته ما بتقفل انا عندي لو حد فيها فكره زمان كان فيها ارض اسمها اوكسيد التفسير التربوم بتاعته دي كان فيها حاجه اسمها السنه تفسير التربوم الجزء دوت من اول الدرجه لغايه الخوف مجنب ده بيتكون لوحده والاكسيد التركوندات اللي ناحيتين دول بيتكونوا لوحدهم والبدل البارت اللي قدام اللي بيتشكل في دي بس بيتكون لوحدهم بيجوي ايتش از في الاكسيد الجزء الورد ده ما بيتكونش فسمي الديفكت الديفكت دوت بيطلع منه الانجيز فمن انجيزي بيطلع منه كمان جزء من البرين بيبقى من انجيو انجيفانسي اكتر ده كان في بوستيرور هورن او لاتا بيل ممكن يبقى موجود جوه المخ بس كمان يبقى من انجيو انجيفانسي هايبوسي مع عندي ثلاثة قالوا لي سبب الترسيل لازم حلو من كلمة شباطي في الصفحة من قبل من تحت عمل من البيسيل من الانتفال سيل من الانتفال حي البيسيل الثلاثة كلمة دول ورسم رسمة مصر من تحت بقى من البيت في الأفضل اللي بدأ عمسي فبيت رسمات الأجنبية مثلا لا قبل الله فبيت كده يا اسمه كده بعد دي كمان سي سيف البنت الفيلاتا بنت الكيمون سبايدر سيف بنت الفيلاتا 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 بنت الفيل
جامعة في النسبيل جدا جامعة في البرين كفاضة حاجة كده يعني لازم تصنيك الآيات رأس قد كده ليه رأس قد كده السوشيال ما محاميش سالسيتال وكرو لاندويل كرونال فالبرين زقوم كده تلاقي رأس العيل قد كده سنة 5 بإذن الله تبقى أطفال تبقى الدفرنشال دايجنوزس بروب إن هي رأس كبير ليه تتكبر الآيات وحاجة كده تتكبر الرأس أمراض كده بتخلي مخ العيل رأس العيل تبقى كبيرة كده ثلاثين بتكبر رأس العيل مجموعة أمراض منها العيل كبير وعلى طول
بنسميه بلاد لا تغير بلاد. فمش بس تعرف كم سنة بنسميه زمان يعني. اللي هتوصل تعمل ده بقى بنسميه بقى أكشن اللي كان بتقسم خمس صور سميناها دي اسمها نرجع نقسمها. انت بتجيب كم بيعمل كيزي وجوني وكده واللي برضه بنسميه لاتر. اللاتر كيس اللي على اليمين والشمال متصل مع فوق قدام كريم البريد ديسك كده بيكلين الكود والدوك ده بقى هتوصل لنا كده في اللاتر بريد اللي فيها بيحصل فراغ اسمه انتر بريد سيلو. الانتر بريد سيلو على الناحيه اليمين انتر بريد سيلو على الناحيه الشمال هتتصل مع بعض من قدامنا. اتصلوا مع بعض دوت تبتدي ينفع كم حاجه اسمها ريكارد كابتن اللي تبعهم انما اللاتر بتاعهم يمين وشمال هيبقى بريتين كابتن. يبقى انت ده اللاتر روح هيبقى بريتينيوم وده هيبقى بريتينيوم. الريكارد الكابتن هي اللي متصل مع الجزء اللي هيبقى بريتينيوم كابتن هي الوسط اللي هنا بتتسمى بريكارد بريتينيوم كانال. بريكارد بريتينيوم كانال يبقى هنا في كانال بتبقى موجود في الوسط بتاعت البريتين ديسك بتاعنا ده بيلف كده بيعمل لاتر فولد يمين وشمال. تبقى بالتالي انا عندي جزء من انتر بريتين سلوم على اليمين وجزء على الشمال. بحط كده فاكر كان الجزء اليمين بيكبر شويه والشمال يكبر بقى من خواطر جت من واحد تاني. وكان جت الالات ده من فوق حاجه اسمها الدورسا ميزي كويس قوي. هنا ابتدت انت تبريد السلوم على اليمين وعلى الشمال. طب اليمين هنا كده كان في جزء من السلوم ماشي قدامنا هنا هيبقى بريكارد الكابتن وواصل بده واصل قدام البريكارد الكابتن تبقى لسه باقي حته صغيره من قدام اسمها سيفتون ترند اسمها سيفتون ترند. قبل ما العيال يعمل فولدنج حب في سيكشن قدام الورا بس لسه لاقي في شيل استغل منه الفولدنج اللي عامله قدام الورا ديت يبقى عامل كده انا بنادي لو عملنا كده بنادي فولدنج قدام الورا الاقي العيال عامل كده بالظبط عندنا كده بنادي العيال بتاعنا عمل فولدنج بتاعنا عملنا كده ده بالنظر ده طبعا مين بلاد الاكسبلور بطلنا من قوه طبعا مين بلاد الجار وده كان يوصل هنا من موجود هذا بلاد لما كده عباره عن السيرفر بتاع المنبر قبل الفولكن كان ده اكسبلور بتاعته ده مين بلاد الجار هنا السيرفر بتاع المنبر في كابتن هنا في كابتن ده بسميه ريكارد خالص ده انا بصر بتاعي من الدين اللي انت بتعمل ده ريسبتر ترانفيرسال
طب مين الكابتن اللي هنا ده اسمه؟ راجل كابتن. يا مخك كويس. السكه بتاعت المدرسه اللي هي قدام الصبح بعد الفوق. قدام الصبح شويه الصبح. طب مين اللي متواصل هنا كده من هنا تحت لورا؟ ده اسمه لورا زان بيزي. المسار كده. طب الريكارد الكابتن ده يكون خد كده على الايه؟ رجل ورا كده. الكابتن بتاع الناحيه الثانيه اللي بيحاولوا يقربوا بعض كده. يعني الكابتن بتاع اللي بعد المكان كده اللي بعد اللي هي الريكارد الكابتن ده دي. الكوت اللي هنا دي عباره عن مين غير لما كده دي عباره عن فرق ده في كان بيطلع كده وكل الفرق كان بيتقسم لطوبات لاين باد مين لاين باد شمال كان يبدو هيبدو البريكارد بتاعي كان دي والبريكارد بتاعي كان دي كان ده تبقى الدور بتاعي مش لا لا فهمني فبدايه اللعب انا كان عندي كام سباق جبت الواحد اسمه انت الريكسيون طبعا بس كتب هنا كده وليه السباق احسن قالوا ليه لا ده تبقى كده مين ايه طبعا دي طبعا مين ان طب المايتوز دخل في ايه كده؟ وانتشر الكونسيبت
مجرين بالسبته من تحت. كان حالك انت بالسبته وطلعت بس جايب علمك ما تنفعش خلاص يشيل بقى وطين النرجه ومسيح انا مش برين كنار ويبقى ده التعليل ان برين كنار بدا منك وانت بتصلي لما كده اللي جاي انت كفايه قوي ده انا خلاص لكم مكين السبته اللي هنا ده انت سبته من الارض انت سبته طلعت بس هجيب المقاتون من مكان ولاد ثلاثه واربعه وخمس دقائق ورابع وخمس المقاتون دي تفاجئ تخش محدش بص كتاب ولما تخش الثلاثه ميتون دي يبقوا معاهم المركز الصبرايه بتاعهم كويس قوي. لو انا عملت كده ميتون الانسان كان طالع بيرس وجبت ميتون وميتون وميتون ودخلوا كده جيبين الصبرايه بتاعهم لو هنا كده بدا الدايجرام ينزل لتحت لان دي طبعا سبايرال كورتش كده عملوا بتقلب ده في الاساس ايدي دي سبته بتاع الانفيرس واقفه كده سبته بتاع الانفيرس هي كانت لسه سبته بتاع الانفيرس بعد فوقي واقف كده وقدام بريكارد كان طالب منه تنزلنا على الجنب طبعا بنزل الحرف لتحت كده شويه ارجع اسال سؤال لو جت ما يتم دي وما يتم دي وما يتم دخلوا خلاص احنا فين جايبين معاهم نرد الصباح ايدي دي تمثل السبته بتاع الانفيرس وجايه كده جايه ما يتم ما يتم دخل كده لو ده فرق بدا ينزل لتحت الاقي دول عملوا اي واحد فيهم بقى بدل بس البنطلون بيرس جات له الهيتون جات له كده لما بدا ينزل الدافرين هينزل كده 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 يعمل ايه النرف بتاع الدوت يجي يعمل بالسرعه دي فدخل الدافرين تاني سبت ستوبات اللي هو خمسه تاني نفس الكلام يبقى الدافرين بروبيت هي اساسا من سته في السوبرات سته بنطلون بيرس او استنى في التوب لما عملنا كروس سيكشن سته بنطلون بيرس من هنا قدام الاصابه ليش؟ وجاء وراه الاصابه والاصابه دي سواء وراه ميزه تبدا وراه Thank you.
موجود في النيل. في زمان ما يتم في المجري بتاعته في الجنكشن بتاعه ده كان كويس قوي. الفرن بعد كده الكوبليت طبعا لما بيبقى عامل الكوبليت 60 اخر حاجه سيستم ترانسفيرسال نفسه هيبقى مين هو كده سنتر سنتر اوف دايفرام. لو بصينا كان الفرن فيه سيستم ترانسفيرسال هيبقى مين هو سنتر تيل. الاسبوع اللي انتوا
كده السؤال في الموضوع ما تكتبش خالص انا في الموضوع ما تكتبش خالص الحاجات دي ممكن نقلبها تهريب ونقول في نمره واحد ممكن نقول مع بعض في اقصى اتجاه ان انا هعمل اسبوع ربنا يكرمك الاسبوع ده انا بخاطر فيه ان لما ابدا مراجعه الفاينل بعد اسبوع ما يبقاش عندي حاجه في تاتيكيشن لا حد يقدر يشتغل غبيه هي انت اللي بتسوي كام سنه عشان ما تقولوش طب انت بقيت ريسبت مش هتبقى في اربع سبجكت في اللي انا ما كتبتهمش في الاسبوع وقعدت واتوتر كده شويه واقرا كلمتين انا رايق اصل هرجع الاول عشان ارجع ده في الاخر ولما يجي بقى مثلا هات مادي وين الدكتور دي البريورتي بتاعك بقى عاملين هات مثلا 10 ايام قبل الفتره قبل الامتحان 8 ايام ايا كان بطلب منك تيجي ليله عايز تلم مثلا كارد باس كارد تلاقي اتحرقت على اول 10 خمس ساعات عملت بص لهم كده مش هتتحصل. انما دلوقتي لما يجي ليله تضيع مش بتعمل لان اوقات المراجعه دي مقصوده انا هرجع النهارده كذا هرجع بكره كذا هرجع مش هرجع فيه. يعني انا دلوقتي ربنا اداني الفرصه ان الفتره اللي هخش عليها تبقى بيور مراجعه. بيور مراجعه ايه؟ الاسبوع اللي جاي ده ما اقعدش اقرا فيه بقى هرجع شويه ثلاثه مع شويه ستوري على كده لا انا ما بكتبش مش خاص بعمله اللايف مش خاص بعمله وجدين. طبعا ثالث سنه ثانيه طبعا الجامعة لازم تبقى تستهتر وتتحرك قبل التوقيت. ثالث سنة تاني في الفترة دي لو عدد ساعات مذاكرته من 12 ل 16 ساعة. كمية كبيرة جدا جدا. وربنا اداك فرصة خرافية. نزول البيت لازم أي تعليم، مفيش أي تعليم نزول البيت. خالص يعني مفيش اكسبلينيشن. تلبس الجمعة وتخرج من بيتكم ده لا لازم تلبس التعليم. غير واحد زهقان وزهقان ده معناه إن نزل نص ساعة ساعة ورجع بيت تاني. مفيش طالب سنة ثانية في مباشر ولا مرتبط. معرفش رئيس وزراء بس ممكن أو واحد أهمية الحياة معرفش إيه مدى أهمية حد عايز بس مش كده لا عايز يرجع في البيت يذاكر. ما طبعا عايز يرجع في البيت يذاكر لازم بعد ما الشهادة وقت يستقبل الناس بقى كده التليفون ده مقفول في الدور. عايز تتصل مع صاحبك كان في مكتب اللي بتظبط نظام مذاكرتكم نظام مذاكرتكم احنا بنتكلم موجودين. ده جاست ايديا لسه ده انا الاول وده الثاني وده الخامس وده ال 100 وده ال 300 ولا فرق في المئة كده بعد كده. الفوق بقى تحت وتحت بقى فوق. طب 2000 مش محتاج خالص ان انا دول السنه الاولى بس كذا اصل انا بقيت كده خلاص ده مش مشكلة. شد حيلك بطل وخدمها وتخش في البوست الاول عندنا فكره اسمها المنطقه الدفء اللي هي 200 اول الدفء. المنطقه اللي 200 اول الدفء دي هي المنطقه الدفء. الواحد يقدر التعيين. فبالتالي الواحد لازم يخش فيه. بما ان الفرصه متاحه وان انت تقول لي اول دفعه السنه اللي فاتت جاب كذا وانا جاي كذا هل انت لما كنت جاي في السنه الاولى كنتين كان في فرق المجموعه بينهم؟ لا طبعا كنتين جاب 98 99 100% فرق خمس درجات كده ست درجات مئوي واحده مئويه اثنين واحد نص مئوي مفيش فرق من كذا فيه لما في فرق ترتيب ممتاز فطبعا الناس في الفتره دي لازم تعمل اسامه مذاكره كتير جدا 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 اللي بقى القضيه دي حاجه بتاعته ما يعكس اللي قاعد بيقرا قضيه على زمايله. كل واحد فينا بيبقى في خطه في حياته هو تقيل على ايه؟ اغلب اللي موجودين في الاوضه دول او طلبه بتوع بالذات طلبه بقيل عشان كده درسنا في اول الدفعه مش عشان انا اللي بدي الدرس عشان هم طلبه شطار جدا هو بقى قضيه فالاغلب الطلبه اللي في الدرس ده بقى على شكل القضيه تمام ما اعرف هو بيعمل ايه وبيحبس حد قد ايه ولما تقعد في الدرس معاهم قرب تلاقي لا نفس الدرس فطبعا الطلبه دي كلها انا عارفهم مستجدين فانت قضيه لازم تبقى من دول لانك انت في الكليه ما ينفعش يعمل كده وانت ترجع عيالتك لما تكبر ما ينفعش تبقى مستهتر ولا تعرف تفشل في اساتذه بتاثر ايه؟ طبعا في هنا اولادهم ليهم اساتذه عيالتك فشل فشل ذريع وهو في الكليه وعيالتك الراجل بيحقق منها في يوم 30
متكاسل روح انت متكاسل روح دوت شغلانه من اصلها من ايه تو زد من يوم كل ابتدائي كي جوان فور وان وانت طالب جد في الفصل عايز تجيب درجه عاليه. هذا الشغل وهذا الترند مستمر معانا بدون ما ترد ما بهرجش. يعني الواحد بجد ربنا هذا مهما كسبت الفلوس مهما انجاب ومهما عمل برضه كتير جدا شغل بنات. ممكن ما يبقاش ليه نوايا في الفلوس انما هو كتير جدا شغل بنات وكتير جدا الدرجه يبقى زحمه وكتير جدا الدرس يبقى مش صعب وكتير جدا على كل حاجه. واي واحد فينا في الاستطاعه نجاح كل شغله بيسيب حاجه. انت من هذه النوايا ما فيش ثلاث بس اللي انت الناس كلها والتجارب بتنظر فاسحين وبتلاقي فاخواتك بتنططوا بره وانت بقابل عليك الاوضه بتلاقي بتحرق دمك عشان ما فيش طاقه خلصت. طبعا العمليه عايزه ريجليشن كويسه في الفتره الفاضله. الريزلت بتاع النتائج احنا عارفين ان هي بتاعت ربنا. واللي فينا عايز يصحى يحسب ربنا على الريزلت انا دخلت الامتحان ده في درجه في العمل 10 في العمل 15 في سنه كام؟ وحضرت وحضرت على الكود دي. النتيجه بقى دي بتاعت ربنا. وبعدين يعني ما فيش حد يقدر يقول لربنا انت ما تسكنش. اللي هو اداك حاجات جدا 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 احسن من غيرك. لما تقعد مع الناس اللي حواليك تعرف قد ايه اكتسبت. يعني ابن البواب اللي في كليه الطب ابن البواب اللي في كليه الطب هو دخل كليه الطب احسن من اللي دخل جي يو سي او اي يو سي في وقت ان المجتمع مش ده المجتمع كان ازاي يعني تقول لك كده لما اي واحده بتسمع ان الطالب في كليه الطب بيبص لك بص قوي والناس لما تقعد تناقش معاك بتحتاج عقليتها جدا الا لما تثبت بعد كده نجاح ربنا لو عايز ملائكه كان جاب ملائكه تصلي له وهات منهم كتير قوي. عايز ناس تعمل الدنيا. فالناس تعمل الدنيا ما تعملهاش طبعا الصلاه كتير، الصلاه ده جزء من شغلك. انا شغلك اساسا انك تنجح وتبقى دكتور كويس. الفتره دي بالنسبه للناس الجاده هتعمل منك تقدير ما حصلش. وتحط رجلك في وسط الاوائل والف رجلك دخلت مره مش هتبقى عايز ترجع. لانك هتبقى كين عليها قوي. طول ما انت بتتفرج من بره بتضحك ليك انت من جوه انا عايز اقول حاجه. الناس اللي بتتكلم باستهتار على الاوائل هو من جوه محروق ونفسه يتقبل بس يقول اطلع مش فارقه الكليه زي بره زي جوه بس اسمع كلام بقى ممل اه لا طبعا ده الكليه بره زي جوه ولا كلام ده حي قبل انما الواحد يقدر الناس عشان تعلم اللي هو مش عارف تعمله فهو عشان كده انما من ثالث كلكم من ثالث رائع ما فيش خلاف عن ذلك الواحد بيسال اسئله من نفسه لا عينها غبيه او منظرها غبي تحس ان هو وصف ومن عارف عقله عالي فما الفتره دي انا معايا شهر اسبوع شهر اسبوع اللي باقي لي ده او الشهر اللي باقي لي ده ايكوال رابلي ثلاث اشهر دراسه كده لو بذاكر في الدراسه خمس ساعات في اليوم او ثلاث ساعات بالعافية او حل ساعتين محمد اشهر ده كتاب انا النهارده عندي في اليوم من 8 الصبح او 7 الصبح ل 12 بالليل مينيمم مينيمم اقدر 13 ساعه بذاكر من 8 ل 2 وانام لغايه 6 واصحى من 6 ل 12 12 ساعه وانام في اليوم نفسه 8 ساعات بالليل ورا بعضه ده لو انت بتعمل كده محدش عارف كده طبعا انا مجنون الواحد فينا ما دام مجنون زي ايام الامتحانات لما بتقعد على المكتب يعني الناس اللي ورا عمالين يضحكوا اربعه مع بعض منهم ياسمين مثلا امبارح بعد طبعا هي بتضحك عليهم وتبص لهم يمين وشمال وتبص لهم اه يلا اه يلا بينا مش يلا لا العب فيهم شويه فطبعا هي حبيبي جابت ياسمين تاني جابت جابت ياسمين فالناس الدعائيا اللي حواليك مش مراكين الناس بتبذل مجهود سوبر 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 وربنا اداهم شهر ولو استمر مجهود الشهر دوت هيلم اللعبه كلها اناتوميه الدكتور اكيد هتطبق من درجه السوبر امتياز الناس اللي ما عملتش كتاب ام اس كيو وماتش بيرز البيس ورميان ببيت مش عارفه مكانه تبدا تديله ديد تايم نكست 10 ايام من النهارده تقسموا كده كل يوم شويه تخلصوا من جزء مذاكرته. الكتاب ده هي اكثر حاجه تنفع الواحد يوصل لمراجعه الاناتومي هو لسه ما فلسه الامور في ايديك. انا قلت السبت الاربع جاي الساعه 7 الصبح
كريت بيسز وفوز سكسس على الشعب. وفي طبعا اسمع هقول بعدين من 8:30 ل 9:30 قبل فصل بيزنس اللي انا كنت بسرق وبقيه الباوتش البيزنس الماجيك تو باوتش هتقعد ساعه. فده يوم الاربعاء الجاي 7:00 8:30 و8:30 9:30 يا ريت الفتره دي تبقى جد الفتره دي لما تنزل هيبقى بينا مين نقول المحاضره فيها ايه والكلام المهم في المحاضره ايه زي ما انتم بتكتبوا في الدراسه بتاعتكم. ايوب النهارده بجد من الباب الثاني الثالث رابع عشان حضرتك تقول لك كذا نقاط الامور تتاخد ايه؟ لازم نقطع خلص كده، لازم اخلص كده،